بس يمكن يعطلهم. طيب انت رايح فين كده بده؟ ايوه فكرت في كده حالا، يمكن قررت تستنى. قصدي مش بسبب بوزر، بس عشان عايز مساعده. ده اللي انت فاكراه. ثانيه، انا عملت اللي عليا زمان. صحيح، بس انت ما عملتش اكتر من كده وانت عارف ده، ودلوقتي بتساعد ايرون مايك في قفل الكهوف. عايزنا نفتكر ايه غير كده؟ من أسبوعين بالظبط فقدنا شخص لما ده باظ وجهاز التنفس اللي في العيادة وقف. قناع تنفس فعلا؟ يا ريكي بص حواليكي، لو معتمد على قناع تنفس هنا هتموتي. ولو كان ده بوزر؟ أيوة أنا برضو قلت كده. بص إحنا ما كانش عندنا طاقة لحوالي سنتين، بس المحولات وخطوط الكهرباء حالتهم كويسة، على الأقل كويسة. هنا عايز اروح الشمال ابص على السد الكهرومائي واشوف هو ليه مقفول. لا لا، مرافقه الركاب دي وظيفه سكازو. مش محتاجه حد معايا، انت عشت هناك واكتر واحد عارف المكان. ديكن طلبت مساعدتي صح؟ دلوقتي ردها لي. تمام كويس، هروح واجيب حد من اللي بيعرفوا يسوقوا. لا ده مش هيحصل. لا هنروح في صمت، لو قابلنا رجالة كوبلند هنتعامل معاهم، بس عايزك تعرفي ان الغابة مليانة ممزقين وسفلة ومين عارف ايه كمان. عايز عدد اكبر كده هنجذب انتباه اكتر. ايوه بس لا ديك. احنا هنعمل ده بطريقتي. زفت، ماشي يلا نروح. بص يا ريكي، لازم اسألك عن اللي لاياها في العيادة. كنت هضرب النار عليك؟ لا فعلا من النظرة اللي على وشك دي. كنت هاخدك برا الأول وبعدها هضربك بالنار. مش تبقى أكيد مش عايزة الدم يملى العيادة. بالظبط. لو اتحركنا بدري ممكن نرجع قبل ما الليل يجي. مادام مفيش حاجة غلطة تحصل. ايه الغلط اللي ممكن يحصل؟ أنا وراك. امشي بس على الطريق اللي انا حددته على الخريطة، علشان في بلطجية عايزين نفضل بعيد عنهم. تمام انا فهمت. طب انا عمري ما سألتك انتي وصلتي لهنا ازاي؟ زي كل الناس، لما كل ده حصل كنت انا بعيدة مسافات عن بلدي، ولما انا رجعت كان كلهم مشيت. منين؟ اتربيت في قرية صغيرة برا بورتلاند، كنت شغالة سمسارة في المدينة وبرجع بيتي اخر الاسبوع. المدينة الكبيرة؟ ايوه ده صح، في اوريجون. بس كان ايه الحال هناك؟ اقصد ازاي خرجت؟ مش عارفة، يمكن كنت محظوظة. كل السكك للشط كانت زحمة قوي، كأنها موقف ضخم للعربيات. وادي واللامد كان ساحة حرب، كل حاجة حصلت بسرعة. انا طلبت من صحابي يخرجوا لما مشيت، بس ما حدش سمع كلامي. انا سمعت ان هم فجروها بورتلاند. سمعت كده انا كمان، بس شكلها اشاعة، كنا هنحس بالتفجير مش كده؟ ايوه. انتي وادي عندك مشكلة؟ انا لا ارجوكي، انا بس مش عارف، كنتي بتلفي معانا من وقت كتير. اظن اننا ما اتكلمناش في الموضوع ده. كنت زيك، الموضوع كان مش عارفة، يمكن البعد شوية كان طريقة كويسة عشان تفضل عايش. اسمعي، ما كانش المفروض اسأل، مش من حقي. ده سبب وجودي في المعسكر، انت عارف دي فرصة عشان اعيش من تاني. بالتوفيق في ده. مش حاجة بجد، ادي وانا الموضوع مش كده بالنسبة لي. ايوة تمام،
الأحداث بتجري بسرعة الأيام دي، عارف قصدي؟ ما سألتش، عايز أقول على حاجة. اضرب. أنا بصي، أنا مقدر مساعدتك ليا، ليا أنا وبوزر، أقصد على أيرون مايك. واو، بدأت تبقى لطيف. في داهية. أنت عمرك ما شكرتني على حاجة. يمكن أنا مش لاقي أي سبب لده. ماشي، أمال أنت رحت فين مع أيرون مايك في اليوم ده؟ لحظة، أنت قلتي إنه فعلا كلمك عنه. كان بيتكلم بالعافية شوية، أنا أعرف أيرون مايك من زمان، بس بصراحة أنا عمري ما شفته مكتئب كده قبل كده. هتروح فين؟ معسكر شيرمن. سمعت انه كان معرض للمسوخ. هو ده، بس ما فيش اختيارات كتير. انا عندي فكرة شوية عن سد الكهوف ومنع الحشود من الدخول. هو عارف مكتب متطلبات التعدين، احنا خدنا خرائط، هو هيمشي ورا اثر المتفجرات. اشارة اللاسلكي مشوشة، شكلك اتطوعت للتخاريف دي. انا راكب معاكي دلوقتي ولا ايه؟ مش ممكن. كنت عايز اهرب من المهمة. ماشي، غلبتني. ايه اللي حصل؟ في حاجة حصلت؟ ولا حاجة يا ريكي، ما حصلش حاجة. هو ما قالش حاجة؟ لا، ما حصلش أي حاجة، وأيرون مايك ما قالش أي حاجة، لأن هو شخص كتوم زي ما أنت قلتي بالظبط. طيب، قربنا من السد، هدي سرعتك وأنت عند البوابة، ما عنديش أي فكرة عن اللي ممكن يكون هناك. المكان شكله فاضي. متوقع يبقى فيه مشاكل؟ أيوة، دايماً لو واجهنا مشكلة هموت. تعالى، عايزة أفحص ضغط المية. رايحة فين؟ هنا. لا، استنى كده غلط، لازم اندفاع المياه يبقى أكتر هنا. أيوة، سامع ده؟ إيه؟ بالظبط، لو التوربينات شغالة كنت هتسمع صوت دوشة الخطوط من هنا. إيه اللي حصل؟ إيه؟ نفس الحاجة حصلت لكل الجسور، قرر الرجالة الأذكياء اللي بيلبسوا لبس موحد اللي تدميرها يحمينا من الحشود. حشود اللاجئين ولا حشود المسوخ؟ طيب أكيد فكرتي في رجالة زي كوبلن، الاتنين غالبا. تمام، يلا عايز أشوف حاجة. تعالى والمس ده. تعالى. ايه ده؟ طيب، حاسس بحاجه؟ لا. بالظبط، لو ضغط المياه كويس كنت هتحس بالاهتزازات. يلا. من الطريق ده، احنا هنروح للقمه اخر الطريق ده. وراكي. شايف الانابيب دي؟ بيقولوا عليها مواسير ضغط مجاري المياه. المياه بتطلع من الخزان بسبب الضغط، وبعد كده تدخل المواسير دي من شده اندفاع المياه، وبعدها تروح على التوربينات على طول. ازاي بتعرفوا الحاجات دي؟ عندي اخين اكبر مني بيصلحوا العربيات مع بابا، جاب لي شغلانه في شركه بوينج وانا عندي 17 سنه. كنت بروح المدرسه عشان ابقى مهندسه قبل ما الدنيا تتدمر كده. ما شفتهمش تاني، ابوكي واخواتك؟ لا. خلينا نشوف ايه اللي حصل. الموضوع هيكون مسلي. ايه دلوقتي؟ ايه؟ استني، بتعمل ايه؟
لفينا سوا كام شهر، طول الوقت ده ما شفتكش ابدا بتتطوع في حاجه. لازم حد مننا ينط تحت ويحل المشكله. انا هعمل كده. بس انت ممكن تستنى وتتفرج. تمام، مفيش فرصه تانية. يلا. ايوه الموضوع مقرف فعلا، بس ما افتكرش هقدر اصلحه. ارجع للتوربين بسرعه وشوف لو في اي ذبذبات. ولا حاجه. لحظه واحده، اهو هناك. هاي نفعت. حاسس بالاهتزازات؟ ايوه، بس خطوط الطاقه عطلانه. ايه بس هو مش بالسهوله دي صح؟ طيب تمام، يلا نشوف المحاولات. طيب قوليلي ايه اللي حصل لابوكي واخواتك؟ معرفش، حاولت اكلمهم كذا مره وانا راجعه، بس الشبكه كانت دايما مشغوله. لما رجعت البيت لقيته بقى مهجور، كان الحي كله مهجور، كان في بوسترات كتير في كل حتة، أوامر إخلاء. رحت أقرب معسكر للاجئين بس لقيتهم اقتحموه. النسوخ كانوا في كل حتة بعد ما قتلوا الكل. مش ممكن يا ريكي، أنا آسف. أيوة ده كان من زمان. دي الخطوط الرئيسية اللي بتزود الخطوط الجنوبية. طيب عندك فكرة اللي بيحصل هنا؟ لا ما عنديش فكرة. تمام. يمكن في نقص في صناديق توصيل الأسلاك للتوربين. يلا بينا على الجنوب. اتفقنا؟ تمام. طيب ايه اللي بينك وبين سكيزو؟ اقصد شكلك دايما عايز تقطم رقبته. من كام شهر لقيته انا وادي مستخبي بيبص علينا واحنا بنستحمى. ايه خبر بيتجسس على الناس؟ قلت له لو كرر ده تاني هديله درس ما ينساهوش. ايه خبر؟ عارف لو ادي كانت هناك افتكر ان سكيزو غالبا ما كانش بيبص لك. ده كل اللي قدرت اعمله عشان ما تكسرش رقبته. ما تحاولش تهزر مع واحده بتعرف تستعمل مشرط. ارفعني. تمام تمام فهم. تمام، سيب لي البوابة. يلا أوضة الاتصالات موجودة قريب من هنا. ايه الريحة الغريبة دي؟ هشاش المسوخ باينة قوي من ريحتها الجامدة. خليك قريبة. معاكي مولوتوف قد ايه؟ كفايه. تمام، فاكره ايه المفروض نعمله؟ انت هتولعي النار فيهم وانا هقتلهم. غريبه، عدى وقت طويل بس انا لسه فاكره. ولعيها. استعدت.
ايوه هما ما بيحبوش الزوار مش كده؟ تقدري تلوميهم؟ يستحسن يتعودوا. انا من النهارده هعمل ده علشان معسكر لوستلي. القوة للناس. طيب يلا نشوف صناديق الاسلاك ونخرج من هنا. خلصنا مستعد؟ ايوه تمام. اخيرا بقى عندنا طاقة. شغل تحفة. ما كنتش هنجح من غيرك. طب بقولك ايه، ما تيجي ندور على حاجة عشان نثبت الباب ده، عشان انا مش عايز ارجع كل شهر اصلحه. استنى هتكون هنا بعد شهر؟ ايه لا انا معرفش بس ممكن. بهزر معاك ما تزعلش. امال بتسأل لي عن ابويا واخويا؟ مش عارف، انتي عمرك ما جبتي سيرتهم قبل كده. بصي انا اسف لو يعني مش عايزه تتكلمي عنهم. لا مش مشكله، الموضوع ده فكرني بحاجه عايزه اسالك عليها لما كنا بنتمشى. طيب يا ريكي مش دلوقتي. صحيح ما سالتنيش قبل كده ليه بطلت اسوق معاك انت وبوزر. كان المفروض اسال، عارف السبب؟ بسبب ايرون مايك. يا خبر يا ريكي، يعني ده مهم دلوقتي؟ سوقنا سوا من حوالي، حقيقي مش فاكرة، جايز شهرين. ديك أرجوك. على فين؟ تمام تمام. كان في ليلة فاكراها كويس جدا، كان التلج مالي الشارع، وكان وبوزر كان صوته عالي وهو نايم، كنت حاسة انه هيجيب المسوخ لحد عندنا. أيوة تمام، ده ما تغيرش قوي. عمتاً انت افتكرت ان الكل نايم و قعدت لوحدك سرحان ومشغول زي عادتك وبتفكر في حاجه، انت ما نمتش طول الليل. خليني اشوف الصوره. يلا ارجوك. وقتها أنا عرفت. إيه اللي تعرفيه يا ريكي؟ إني مش عايزة أكون زي معظم الناس هنا، مسجونة في الماضي أو بهرب منه. أنا بس بحاول أفكر لقدام، فهمت؟ مش لورا. اللي أنت شايفاه ده غلط، ماشي؟ انزل خليك على الطريق. بتعملي إيه؟ ريكي أكيد إن هم. أنا شفت العلامة على ظهره. إحنا من معسكر لوستيك وأيرون مايك في معاهدة. تمام دي فكرة تحفة، عايزة تحاولي تاني؟ بس خليكي زي ما أنتي ونزلي دماغك. انتوا بعيد قوي عن بلادكم يا هبل ولا ايه؟ ليه ما ترجعوش ايرون بيوت زاحفين تدوروا على المستنقع اللي خرجتوا منه؟ احنا من لوست ليك. انا هنزل. شمال شوية صح؟ ها؟ مش عايزين تبعدوا أكتر عن كارلوس صح؟ لا هزخيرة. هنا هنا
لكم نسيبكم هنا تنزفوا ها؟ هتنبسطوا كده كلكم ها؟ ها؟ هو ده اللي عايزينه؟ المكان هناك هيكون مناسب ولطيف ليك صح متهيألي ده اخر واحد منهم مش عارف مره زمان اتعاملت مع شويه ناس بيتصرفوا كده متهيألي دول بياخدوا ممنوعات أو أي زفت تاني فاكر أملاح الحمام؟ الاسم ده اتشهر قبل ما الفيروس ينتشر ويدمر كل حاجة أيوة صح تعالى فعلا نشوف لو بوظ الموتوسيكلات بتاعتنا ان معاهدة ايرون مايك هتستمر مع السفلة دول مش عارفة الممزقين الملاعين بعد اللي عملوه في درع بوزر واللي عملوه كمان في ليسا ايه ده كان موجود في ايد حد منهم ايه اللي حصل هو انت وبوزر طردتوا الممزقين قبل ما تسرقوا المضادات الحيوية انا معرفش بصي ايا كان ظن كارلوس ايه ده ما يقارنش باللي هعمله في القذر ده لو شفته يلا لازم نمشي تمام لازم نراقب الخطوط الجنوبية خلينا نشوف المحاولات ونتأكد انها شغالة كويس ماشي انا وراك وانا همنعك ازاي وصلت نادي الموتوسيكلات قصه طويله عندنا رحله طويله طيب انا كنت عضو في الجبر العاشر جزء من وحده اماميه بتشتغل مع التحالف الشمالي سف كنت عارف انك دخلت الجيش ليه عايزه تسمعي ولا لا اسفه كنا رايحين ناحيه مزار شريف لما مجموعه من طالبان طلعوا علينا من الطريق التاني كانوا في عربيات نقل مسطحة متحملة بأسلحة ZU-23 متعدلة مخصوص لمضادات الطيارات مدافع كبيرة فعلا عربيتنا الهامفي انفجرت ووقعت من المنحدر على طول في نهر هاري متخيلة بشاعة الغرق في أفغانستان حاجة صعبة المكان كان صحرا شاسعة رهيبة اتحدفت من العربية لبعيد ولما وصلت لقيت الهامفي مقلوبة في المية وعمت عشان أشوف لو حد لسه عايش ساعتها رجعت للشط ساحب جثة واحدة وعملت كده 7 مرات لغاية لما طلعت التانر الحارس بتاعي كنت انتهيت ولما رجعت وطني مش عارف أنا اشتريت موتوسيكل سقته على الطريق لمدة 2 سنين بتنقل من مكان لمكان تمام طيب مرور الوقت استقريت اخيرا اشتغلت في محل موتوسيكلات بيديره واحد عجوز اسمه جاك وهو اللي ماسك النادي يعني الريس زي ما تعودنا نسميه هو اللي ضمني في النادي بنفسه لحظه جاك فاكره ان بوزر كان بيتكلم عنه كان في السجن تقريبا حصلت شويه حاجات وحشه وانتهى الموضوع وهو بيتلام عشان النادي شكلكم كنتوا قريبين بس أكيد في عضو صح؟
طب هنيجي تاني الصبح تحضري العده اللي هنعوزها عشان نصلح الحاجات البايظه وبالمره المسوخ يبقى اقل. يعني مفيش دش دافي النهارده؟ تمام، بس عايزه اوريك حاجه الاول. لا ريكي، ده كان يوم متعب. بس انت تعرف كتير عن المسوخ، هوريك حاجه ممكن تكون ما تعرفهاش. عموما احنا مش بعيد عنها. زفت. تمام يلا. ممكن اسالك على حاجه؟ زي ما قلت لك قبل كده، وانا اقدر اوقفك؟ انت ليه لسه مخلص قوي كده؟ مش عارف قصدك ايه. قصدي ليه لسه لابس شعار النادي؟ انت وجوزك اكيد ما بتحاولش تجدد اعضاء تاني دلوقتي، او بتراقب المنطقه؟ لا، كنت شغاله مع راجلين في زراعه بيلبسوا شعار كل اسبوع. مره سالتهم عنه وقالوا لي انهم بيعبروا بيه عن تمردهم، معرفش على الشرطه ولا على السلطه ولا على الحكومه. انت بقى بتتمرد على مين؟ اللي باقي منهم. بص، بنلبسها عشان لازم نلبسها. في ايه؟ اقصد اني ماليش دعوه بجوزر، بس انا مش بقول اي كلام. هو بس الشعار هو ده. انا اقدر اقول ان انا عملت حاجات كتير غبيه في حياتي، بس نادي الموتوسيكلات يعني خلينا نقول انه من الحاجات اللي انا مش بندم عليها. ريكي، احنا بنعمل ايه هنا؟ انا شفت قطر نيرو للميتين وكمان مليان حشود. بس الموضوع مش كده. ايه القرف ده؟ اتفرج. جيت هنا كم مرة علشان اراقبهم؟ بيفضلوا في المباني القديمة ويخرجوا كل يوم، وكأنه بالظبط وقت العشاء، تمام؟ وفي النهار يرجعوا تاني يناموا، مش كده؟ قصدك ما نزلتيش تحت وشفتي؟ اها، لا، قربت منهم قبل كده، وعدد كبير منهم فضل يطاردني. كأنك هديت عش دبابير. يلا نخرج من هنا، اللي نقرب. ماشي، على العموم في اليوم ده أنا شفت حاجة مش هتصدقها. فعلا عايز تتكلم. تمام، سمعنا. استنى، خلينا خمن. شفت طيارة لنيرو. استنى، وانت ازاي عرفت الموضوع ده؟ رصدناهم كذا مرة في مناطق من لوست ليك. زفت. يهمك في ايه؟ هم مش من هنا عشان يساعدونا. من الصوت باين ان هم بيضربوا نار. مش مهتم. شكلك مهتم. اهلا، كنت فين بقى طول اليوم؟ وانا مبسوطه اني شفتك. ايوه، اسكيزو قال انك مشيتي مع ديكن وكنت قلقانه. ادي انا تعبانه. تمام. اوه، ده شيء عظيم يا ديك. شكرا. ماشي، قوليلي لما تستعدي عشان نصلح المحول. انا معاكي طبعا. تفهد، انت ايه مشكلتك؟ لا انت اللي ايه مشكلتك. لسه قايله اني تعبانه، صح؟ تمام، انا اسفه. زي ما انا قلت، انا كنت قلقانه لانك في الغالب ما بتمشيش قبل ما تقوليلي. تمام وخلاص كده.